قبل الفاصل كنا بنسأل دكتور حامد عن الخوخ والإشاعة، ولا هي إشاعة ولا حقيقة برضه عشان نبقى عارفين موضوع الخوخ والبطيخ، وناس كتير كانت بتتكلم ان ولادها تعبت، وناس كتير كانت بتقول ان السبب ورا ده المبيدات الحشرية اللي تم رشها على الخوخ والبطيخ. هل الكلام ده صحيح ولا الكلام ده إشاعة؟ هو يعني انا مش عارف الابتسامة دي وراها ايه؟ اصل احنا في حاجة وراها. احنا عادة في كل موسم يا استاذة نهاوند بنواجه بهذه المشكلة، اي حد يحصل له شوية مغص يروح للدكتور او السؤال اكلته ايه يقول له اكلت خوخ. طب وش معنى الاتهام هيبقى للخوخ والبطيخ؟ ما هو انا يعني انا برضه مش عارف الحقيقة، بس يعني انا برضه انا مش عاوز يعني طبعا احنا ما نقدرش نؤكد هذا الكلام أو ننفيه غير إذا كان فعلا حد أصيب وتعمل له تحليل معين وتأكدنا إنه في إنه بسبب مثلا متبقيات مبيدات في 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 خوخ أو في بطيخ أو في أي حاجة هو تناولها، علشان برضو يبقى كلامنا. لكن للأسف الشديد أحيانا إحنا طبعا حضرتك عارفة يعني مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار الشائعة أو المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة للأسف الشديد دوت بيأثر علينا. ويمكن أنا برضو يعني بهيب بالإعلام أنه أحيانا الإعلام الحقيقة بيضرنا احنا وبيضر محاصيلنا وبيضر قدرتنا على التصدير للخارج. طب الاعلام لو بيعرض الحاله ويتساءل ما هو احنا يا فندم يا ريت يتم عرض الحقيقه. يعني مثلا لو في شائعه انا مش اي حد يقول والله ده انا اكلت خوخ وبسبب المبيدات حصل لي وحصل لي وحصل لي، ايه اللي يؤكد هذا الكلام؟ دي نقطه مهمه جدا. ده بيبقى حالات موجوده وشيء متداول في المجتمع إيه فاحنا بنعرضه. ده ممكن احنا بقى بنسال المتخصصين عشان تكون لنا او لا. يعني عوامل التلوث حضرتك كثيره جدا يعني يعني ممكن تغيير المواسم برضه اي حاجه يعني بالظبط. لكن مش مجرد ان انا حسيت بشويه مغص ورحت للدكتور اكلت خوخ يبقى من الخوخ. طيب يا حاج بتاكد ان مفيش اي اضرار من المبيدات؟ انا بقول لحضرتك حاجه، احنا بالتطبيق نظام المطبقين ده اللي هيتم ان شاء الله في جميع المحافظات هنتخلص من كل المشاكل الموجوده والخاصه بمتبقيات المبيدات. علاوه على ان احنا عندنا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ياخد عينات من الاسواق الرئيسيه في جميع في المحافظات المختلفه عشان يشوف تركيز المبيدات في هذه المحاصيل.